السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف التاسع. النهاردة هنبتدي إن شاء الله بداية المنهج بتاعنا في مادة الحاسوب، وأول درس هناخده النهاردة هو شبكة الحاسوب. أول حاجة هنتكلم عنها في شبكة الحاسوب هي بداية الشبكات، يعني قبل ظهور الشبكات كانت الناس بتتعامل مع بعض إزاي، وإزاي كان بيبتدي عملية نقل الملفات أو تبادل البيانات والمعلومات بين الموظفين وبعضهم. كان بيتم عن طريق شبكة اسمها شبكة المتسلسل. شبكة المتسلسل دي كان بيتم فيها إيه؟ كان بيتم فيها نقل البيانات عن طريق اما طباعتها على ورق كمستندات ورقيه، يا اما ان انا بعمل منها نسخه على اسطوانات مرنه، يا اما الاشرطه الممغنطه. طب الكلام ده كان بيتم ازاي؟ ان انا كان لازم اروح للمكان اللي عايز اجيب منه البيانات بتاعتي واجيب منها نسخه. طيب هنا في الشبكه المتسلسل ديت، لو كان احد الموظفين او احد العملاء غير في الملف، انا بعد ما اخدت النسخه بتاعتي ما حصلش التغيير ده عندي، فبالتالي بيحصل عندي مضيعه للوقت وللمجهود وتكلفه كمان اعلى. فمن هنا بدانا ان احنا نفكر نعمل حاجه توفر وقت ومجهود وكمان تقلل التكلفه. من هنا جت فكره شبكه الحاسوب، تمام؟ اللي هي ايه؟ بتقول ايه شبكه الحاسوب؟ هي عباره عن توصيل جهازين أو أكثر عن طريق وسط سلكي أو لاسلكي، تمام؟ لغرض المشاركة في البيانات والمعلومات والمشاركة في الموارد. طيب يا ميس، احنا هنعمل ازاي شبكة المعلومات دي او شبكة الحاسوب دي؟ انا كموظف بشتغل في شركة او مؤسسة، بنبقى كل موظف عنده جهاز، تمام؟ انا دلوقتي عايز اربط كل الاجهزة دي ببعض، اخلي كل الموظفين يبقى عندهم الاستطاعة ان هم يوصلوا لكل الملفات او كل البيانات او قاعدة البيانات اللي موجودة في المؤسسة، يقدر يوصلها بطريقة سهلة وسريعة. بيعمل ايه؟ ببتدي انشئ شبكة للمؤسسة دي. طيب هي شكل الشبكة ده بيبقى عامل ازاي؟ ادي اهو جهاز الحاسوب، وادي جهاز تاني في مكتب تاني، تمام؟ وادي جهاز تاني في مكتب تاني، او ممكن كل دول يبقوا موجودين في مكتب واحد. خلاص انا دلوقتي عايز اربطهم ببعض، ببتدي اعمل لهم عملية توصيل، وصلتهم كلهم ببعض، تمام؟ كده عملنا شكل شبكة. بمعنى ان انا لو حبيت ان انا افتح الملف اللي فيه جهاز ايه، هفتحه من بي هلاقي الملفات، من سي هلاقي، من دي هلاقي. خلاص يبقى انا هقدر اطلع على الملفات اللي موجودة في كل الاجهزة عن طريق شبكة الحاسوب، تمام؟ يبقى تعريف شبكة الحاسوب هو عبارة عن توصيل جهازين او اكثر عن طريق وسط سلكي او لاسلكي لغرض المشاركة في البيانات والمعلومات وكمان في الموارد. طيب نيجي بعد كده هيجي لنا بقى ايه؟ ما انا قلت اهو الغرض. طب وانا دلوقتي كان ايه الغرض اصلا من اقامة الشبكة؟ اول حاجة عندي المشاركة في البيانات والمعلومات. طيب انا عندي المشاركة في البيانات والمعلومات قسمتها لاتنين، عندي المشاركة الكلية والمشاركة القراءة فقط. طب المشاركة الكلية دي يا ميس بيحصل فيها ايه؟ قلنا المشاركة الكلية ديت لما بضبط الضبط بتاعي على مشاركة كلية، معنى كده ان انا بسمح لكل المستخدمين ان هم يقوموا بعملية التغيير او القراءة والكتابة والتعديل على الملفات، تمام؟ لكن في مشاركة القراءة فقط لا يسمح الا بالقراءة فقط، لا يسمح بالتعديل على الملفات، تمام؟ نيجي بعد كده ندخل في المشاركة في الموارد. معنى المشاركة في الموارد ديت معنى اللي هو الهاردوير، المشاركة في الموارد المادية اللي بمسكها. وكمان مشاركة قسمناها لحاجتين، مشاركة في الموارد البرمجية والمادية. البرمجية اللي هي السوفت وير زي البريد الإلكتروني، زي الفيديوهات، زي التطبيقات المكتبية زي الوورد والإكسل والباوربوينت. طيب عن طريق المشاركة البرمجية ديت، لو أنا صاحب مؤسسة أو صاحب شركة ومش موجود في المكان، ببقى محتاج ان انا اجتمع بكل الناس اللي هم الموظفين في الشركة، فبقدر ادير الاجتماع دوت عن طريق الشبكة عادي جدا، بيوصل لكل المستخدمين في وقت واحد ويقدروا كلهم يحضروا في وقت واحد، تمام؟ طيب ايه هي انواع المشاركة المادية؟ وده معناه ان انا بشارك كل الشبكة على طبعة واحدة. ما هي الموارد المادية؟ الموارد اللي احنا بنمسكها بايدينا اللي هي الهاردوير، زي الطبعة عندنا المادية، الطبعة، وعندنا كمان المسح الضوئي اللي احنا بنسميه السكينر،
تمام. طيب الطبعه دي انا لو عملت لكل جهاز طبعه يبقى انا كلفت المؤسسه مبالغ طائله، ان انا لو عندي 50 جهاز جوه المؤسسه يبقى انا كده بعمل 50 طبعه مع كل جهاز، لكن لما عملت انشات شبكه انا وفرت تكلفه، قللت التكلفه ووصلت الشبكه على طبعه واحده، تمام. واقدر كمان اوصلها بماسح ضوئي واحد اللي هو عن طريقه بنقدر ننقل الصور والمستندات على الشبكه، تمام. ده فكره المشاركه في الموارد. هنيجي لمركزيه التنسيق والدعم والتحكم. طب هي هنا مركزيه التنسيق والدعم والتحكم بتعمل ايه؟ ان انا بقدر عن طريق جهاز مركزي واحد اقدر اعمل عمليه مراقبه لكل الشبكه، تمام. واقدر كمان اوفر وقت ومجهود في عمليه الصيانه، يبقى توفير الوقت والمجهود اللازم لعمل الصيانة للأجهزة أو اكتشاف الأعطال وعمل مراقبة من قبل جهاز مركزي على كل الشبكة، تمام. يعني انا بدال ما اعمل صيانة لكل جهاز على حدة انا بقدر احدد من الشبكة الجهاز اللي فيه مشكلة واعمل اصلاح للعطل المطلوب. يبقى انا كده وفرت وقت، وفرت مجهود، وكمان قللت تكلفة. يبقى نرجع نراجع مع بعض كده بدايات الشبكة. كنا قلنا بنتكلم على شبكة المتسلسل عن طريق شبكة المتسلسل كان بيتم نقل البيانات بين المستخدمين عن طريق ايه؟ الاسطوانات المرنة الأشرطة الممغنطة وكمان طباعتها كمستندات ورقية. وكده يبقى الدرس انتهى، والواجب بتاعنا هيكون كالآتي: اذكر سين واحد تعريف الشبكة، اذكر سين اتنين الأغراض الأساسية لإقامة الشبكة. وبكده الدرس الأول يكون انتهى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.